وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً ريهام الديب، شكراً أميرة العقدة، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. فتحت محافظة دمياط معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين حتى شهر رمضان المبارك. يقام المعرض بمدينة دمياط بإجمالي قسم 15 قسما بتخفيضات تصل إلى 25%. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط. مهرجان أهل رمضان برعاية فخامة السيد الرئيس الفتاحي السيسي بإنشاء معارض لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين بنتشرف بافتتاح معرض أهل رمضان اللي تشرف بافتتاح معالي الأستاذ الدكتور منال عوض محافظ دمياط بالأمس، وبيحتوي على جميع الأقسام من إتاحة جميع السلع الأساسية للمواطنين من الأرز والسكر والدقيق والمكرونة والجبن وكل ما يحتاجه المواطن. والمعرض ممتد لغاية شهر رمضان، من دلوقتي لغاية شهر رمضان، ومتوسعين في إنشاء معارض في القرى والمدن على مستوى الجمهورية برضو بنفس الأسعار. المعرض السنة دي أهل رمضان بدرناه شوية عن الفترة الماضية على أساس إن بالنسبة للمواد الغذائية الشح والحاجات اللي موجودة في السوق، فالسنة دي وفروها لنا بزيادة وبنفس الأسعار. الحاجة متوفرها والحاجه فرق جامد عن بره، فرق كتير قوي. خدت زيت وخدت سكر وخدت كل حاجه اللي احتجتها لقيتها موجوده متوفره ما شاء الله. المكان ده اسعار فرق عن بره كتير جدا جدا جدا. يعني المعرض متوفر فيه جميع السلع الغذائيه، لحوم، خضروات، فواكه، جبن، رز، سكر، مواد تموينيه ومنظفات، وبسم الله ما شاء الله الاسعار اقل من السوق وفي متناول الجميع. استكمالا لمسيرة التنمية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، شهد عام 2022 طفرة تنموية واقتصادية كبيرة رغم الأزمات العالمية التي عصفت بكل دول العالم. فبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت الدولة الصمود أمام الأزمات العالمية، خاصة أزمة التضخم والأزمة الأوكرانية. رغم تصاعد الأزمات العالمية وتأثيرها السلبي على جميع الاقتصاديات، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة تلك التحديات. تحديات أكدت أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة أمام الأزمات العالمية. فالاقتصاد المصري يقف وسط توقعات بوضع أكثر تحسناً واستدامة خلال عام 2023، مع تنامي الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس. وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 600 مليون دولار شهرياً، في حين تستهدف الحكومة الوصول إلى مليار دولار شهرياً خلال العام المقبل. وأسهم ذلك في زيادة الصادرات النفطية من 8 مليارات و600 مليون دولار في العام المالي 2020-2021 إلى 18 مليار دولار في يونيو الماضي، وتحقيق فائض نفطي صافي بنحو 4 مليارات و400 مليون دولار بدلاً من عجز نفطي صافي خلال الأعوام الماضية. الصادرات غير النفطية هي الأخرى زادت بنسبة 29.1%، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 100 مليار دولار من إجمالي الصادرات في 5 سنوات من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزاً للصناعة والإنتاج والتصدير، لتحقيق نمو مستدام وغني بالوظائف يقوده القطاع الخاص. أما قناة السويس فحققت عائدات قياسية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022. العجز الكلي للموازنة انخفض كذلك إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3%
وخفض الدين إلى 87.2%، بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. وشهدت مصر تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية، فضلاً عن طرح أفكار ومقترحات لإيجاد حلول جذرية تشاركية للنهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية. المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي عقد برعاية الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر 2022، كان الحدث الأبرز اقتصادياً للتوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة. واستهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، حيث تمت صياغة 125 توصية من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين موزعة على عدد من المجالات والقطاعات. منظومة الرخصة الذهبية آلية أخرى تنفذها الدولة بهدف تيسير مناخ الاستثمار في إطار توجيهات الرئيس السيسي بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعال وسريع. كما ساهمت وثيقة سياسة الملكية، والتي تحدد ملكية الدولة على تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. هذا وتقوم الحكومة بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي نجحت بالرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم في جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضي، في أعلى رقم تم تحقيقه خلال 15 عاماً. في أسواق البترول العالمية، استقرت أسعار النفط بعد خسائر فادحة في مستهل العام الجديد، وذلك بعد صدور بيانات متعلقة بانخفاض مخزونات الوقود الأمريكية والمشتقات النفطية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 55% لتصل إلى 78 دولار و64 سنت للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% إلى 73 دولار و69 سنت للبرميل. كذلك صعدت أسعار المزوات عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 3 دولارات و35 سنت للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.6% لتسجل نحو 3 دولارات و85 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر الماضي، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في نوفمبر الماضي. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 223 ألف وظيفة الشهر الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وريهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا فاطمة.